كيفكم جايز؟ أدوين معكم. عم نحكي عن كوكتيل اسمه لندن ليفز، أساسه للجن. عم ببني هالكوكتيل بقلب كباية لأنه ما بدي يشرب كتير مي. منبلش بكباية طويلة ومنحط نعنع حوالي 9 أوراق، فول تلج وببلش 30 ml صودا. برجع منكمل باقي المكونات بقلب الكباية آخر شي بالجن زينتا خيار ونعنع. بخلط الكاس لكام ثانية بملعقة طويلة. كل ما بقيت المكونات بقلب الكباية كل ما طعمت الخيار والنعنع بتعطي أكتر. صحة.